السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبار حضراتكم إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هناخد درس جديد خفيف إن شاء الله رب العالمين، يا رب تستفادوا منه، وهو درس السكريبت اسمه 3D for CAD. تمام، السكريبت ده بيحول لنا الشغل بتاعنا من 3D للCAD. تمام، يعني احنا مثلا لو جينا دخلنا على السكريبت، تمام، هو ده بالظبط السكريبت اللي احنا هنشتغل فيه. تمام، بيحول لنا اي شغل 3D عندنا، تمام، زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله، ل كاد او اوتوكاد، يعني 2D، حاجات 2D بالظبط، تقريبا زي بلجن الاستري. تمام كده، بس ده الميزه بتاعته، تمام، ان ده بيخلينا نشتغل على يعني على فيرجنز كتير قديمه وجديده مش تفرق معانا. لكن الاستريت كانت يعني من عيوبه ان هو لازم تشتغل على الفيرجن محدده فقط، يعني زي مثلا من 2017 لحد 2021، ده اللي كان متوفر فقط للبرنامج بتاع الالستريت، او عفوا للبلجن بتاع الالستريت. فده يعني ده كان من ضمن عيوبه. اي نعم، هو كان ميزاته ان هو بينجزنا في الوقت، ولكن هنشوف بقى 3 دي كاد ده هيعمل لنا ايه، وايه الوجه الاستفاده منه اللي احنا نقدر ان احنا نستفاد منه. دي طبعا لو حضراتكم فاكرينها، ده كان اول بروجكت عملناه. تمام، فهنشوف دلوقتي احنا نعمل ران سكريبت، تمام، وهنروح على اللي هو السكريبت بتاعنا، نقول ريسورس كده اهو، ونقول 3D سكريبت، وندخل الكلام ده، ندخل 3D كاد 3D فور كاد. تمام كده، ممتاز، ده كده مش محتاج تسطيب، مجرد ان احنا عملنا الحركه دي احنا كده يعتبر دخلناه جوه البرنامج، يعني دي ده بطريقه سهله جدا، مفيش اي تعطيل فيه. طيب ايه الواجهه دي؟ تمام، وهنا بيقول لك 2D lines direction، يعني انت بتتكلم هو عاوز يعمل لك ايه. تمام، هو انت بتيجي تقول له والله انا عايز ال 2D بتاعي يبقى اللي هو المسقط الافقي بتاعي الاكس والواي واتجاه الزد، عشان خاطر يعمل لك السكنشن بتاعتك والشغل بتاعك، يعني بيطلع لك الشغل بتاعك كله كامل بمنتهى البساطه. ده كده بالنسبه لاول خانه. طيب تاني خانه عندنا اللي هو بيقول لك الاكستراكت، انت عندك يعني هل يا ترى انت عايزه يعمل لك اكستراكت، او اللي هو يخرج لك ال 2D بتاعك يبقى اوت لاين فقط، تمام، حدود فقط، ولا اوبتمايزيشن اللي هو ديت بيبقى فيها شويه تقاطعات، يعني بيخرج لك الاوت لاين مع شويه تفاصيل، بس التفاصيل دي بتكون بايظه شويه، تمام، فبيكون فيها التقاطعات بسيطه، تمام، او اوريجينال، تمام، ان هو عايز مثلا يطلع لك الشكل نفس الشكل ال 2D بتاع الكاد الماكس بتاعك. يعني مثلا دلوقتي احنا عندنا مثلا الكلام ده، تمام، او ناخد مثلا، لو قلنا ناخد سكشن زي ده، تمام، هنيجي نقول هذا سلكشن، تمام، وهنيجي نقول له والله انا دلوقتي انا لو عاوز الاوريجينال بتاعي، تمام، فهو يخرجها لي بالشكل ده. تمام كده، تمام جدا. اما لو خرجتها بالاوت لاين، تمام، هو ممكن يخرج لك بالشكل ده، بس دلوقتي هنشوف الفرق ما بينهم. تمام، تمام جدا. طيب انا دلوقتي مثلا الاوريجينال ده، الفرق بين الاثنين دول الاوريجينال والاوت لاين، تمام، الاوريجينال ده انا مثلا لو عندي بلوكه مثلا زي بانو مثلا او كورنيشه فيها تفاصيل، تمام، فهيطلع لي كلها بتفاصيلها بالتربو سموز بتاعتها او بالمش سموز اللي انت عاملها، فبالتالي هيبقى فيها خطوط كتيرة قوي 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 ملهاش داعي. تمام كده، فممكن وقتها انت تستخدم الاوت لاين. تمام، اما لو انت مثلا تفاصيلك بسيطه، تمام، يعني مثلا حاجه زي كده، تمام، انت دلوقتي لو جيت رندر، او مش رندر بقى، لو انت جيت تيجي تقول له خرج لي الكلام ده بهذا الشكل، تمام، الاوت لاين هيخرج لك الاوت لاين برضه فقط، بس ساعات بيعلق معاك او مش بيعلق، ساعات يعني مثلا بيخفي لك تفاصيل معينه، تمام، لو تفاصيل بسيطه زي كده بتلاقيه ان هو ايه شال لك تفاصيل من جوه. طيب تمام، هنشوف دلوقتي بس نكمل بقيه يعني الشغل بتاعنا. تمام، طيب هنا بيقول لك هنا اكسباند تو هوريزونتال بلان، يعني هنا بيقول لك هيتمدد لك او هيطلع لك هيفرد لك المكعب بتاعك او الشغل بتاعك 3 دي، تمام، هيفرده لك كانه مكعب ويفتحوا لك كده ايه كل وجه لوحده حوالين البلان او حوالين الشغل 3 دي بتاعك، البلوك بتاعتك اللي انت عايز تعملها اكسباند. تمام كده، تمام جدا.
يعني انت لو لغيت الكلام ده هيحطهم لك كلهم ايه لايرز فوق بعض، مش حوالين ايه، مش حوالين ال 3 دي بتاعك. تمام تمام جدا. طيب اد دايمنشن اكتر، طبعا هنا بيقول لك يعني انت عايز تضيف الدايمنشن، يعني تطلع البلان بتاعك بالدايمنشن بتاعه، طبعا دي حاجه مصلحه لينا، بس انا ما بفضلش ان احنا ايه نطلعها بالدايمنشن. ليه؟ عشان خاطر برضو يعني الشكل بتاع الدايمنشن نفسه اللي هيبقى طالع مش هو نفس الدايمنشن، او يعني كشكل مش هو نفس شكل الدايمنشن اللي يكون في الاوتوكاد. تمام كده. فيفضل ان انت يعني ما تعلمش عليها وتطلعها كده بدون دايمنشن، وانت تحط الدايمنشن عندك في الكاد. خد بالك ان ده من مميزاته انه بيطلع لك الابعاد مظبوطه، على عكس مثلا الستريت لجن الستريت انت كنت بتطلعه وبتدخلها الاوتوكاد وبترجع الابعاد الاصليه، او بتجيب الابعاد الاصليه بمعلوميه ضلها. انت مثلا عندك الارتفاع ده تمام 3 متر، تمام الارتفاع ده 3 متر، فانت كنت بتقول بمعلوميه ال 3 متر ديت بتجيب بقيه الاضلاع زي ما كنا فاكرين في الفيديو بتاع البلاجن بتاع الستريت. فتقريبا هما الاثنين شبه بعض ما عدا النقطه ديت. تمام انت بتبقى جاي طلع جاهزه معاك، ما تحتاجش انت تعمل ريسكيل تاني في الكلام. تمام ده بمنتهى البساطه. طيب هنيجي لنبدا كده دلوقتي الجزئيه دي تمام، او السكشن ده او الشغل بتاعنا ده. تمام هنيجي نقول لوكال او وورلد. تمام هما الاثنين تقريبا يعتبر شبه بعض يعني بمنتهى البساطه، بس الفرق ان الوورلد هنا لو انت عندك يعني المجسم بتاعك معمول له روتيشن شويه بزاويه ما تمام، فانت بتتعامل معاه لانه وورلد وبيظبط لك الابعاد بتاعتك بطريقه مظبوطه. تمام او بيطلعها لك بطريقه مايله، يعني عفوا بيطلعها لك بطريقه مايله مايله، ده لو وورلد. اما لو لوكال حتى لو برضه لو الشغل بتاعك معمول له روتيشن هيطلعها لك كل حاجه ثابته في مكانها كامل، وانها سكشن راسي عادي. فاهمني؟ تمام جدا تمام. طيب هنشوف الكلام ده. طبعا هنا سيف نسيت دبليو جي ان انت كانك خلاص انت خلاص سلكت او عملت السكشن بتاعتك وبتسلكت عليها تمام، وتيجي تقول له سيف دي دبليو جي وبتسيبها زي كانها صوره عاديه. طيب هنطبق كل الكلام ده كلام نظري وزي الفل، نطبق بقى الكلام ده تمام بايدينا دلوقتي على الشغل بتاعنا، ونيجي نقول له والله نجرب اول حاجه اللي هي اوت لاين، ونيجي نقول له اعملها لي لوكال تمام. وهنرندر هو تقريبا مش هيقعد، خلاص هو تقريبا خلاص اهو اساسا يعني تمام. ادي كده السكاشن بتاعتك اتعملت زي ما حضرتك شايف تمام، انا عشان مش عاملها بابعاد. طيب لو جينا قلنا مثلا لو خدنا ده ناخده كوبي، لو خدنا ده كوبي تاني تمام. طيب يا شباب دلوقتي خدنا كوبي من الكلام ده تمام، وهنيجي نقول له برضو اديني اوت لاين هنا اهو، بس المره دي اديهاني بقد اد دايمنشن عشان نشوف شكل دايمنشن اللي طلع معانا. هنقول له لوكال تمام تمام جدا اهو طلع معانا، ده شكل السكاشن بتاعتنا ودي شكل الابعاد بتاعتنا تمام. بس طبعا البعد الابعاد هنا اهو طلعت تخينه تمام، فبالتالي مش هتفيدنا يعني كتير تمام. فديت ممكن بقى حضرتك ان انت تعملها بالبولي لاين او على الكاد، يعني تقدر ترجع انت تظبطها براحتك زي ما حضرتك تحب. بس دلوقتي هنا بقى عندنا مشكله، ايه هي المشكله؟ تمام ان مفيش التفاصيل بتاعه الجزء اللي جوه ده. طيب ده ليه؟ ده اللي احنا جينا قلنا لما بيبقى في تفاصيل بسيطه ساعات هو بيلغيها من نفسه تمام. فانت جاي عامل ايه؟ تيجي تقول له والله اديني كوبي تاني، وانا في الكوبي تاني تمام ماشي. المره دي بقى هنرندر اوريجينال تمام، عشان خاطر طبعا احنا استبعدنا الاوبتمايزيشن تمام، عشان خاطر بيبقى فيها تقاطعات وحاجات ممكن ترخم عليك شويه. وهنيجي نقول له والله اوريجينال واديني اللوكال تمام. زي ما حضرتك شايف اهو ببساطه شديده جدا، مجرد ما دوست لوكال خلاص السكشن ظهر قدامك والحاجات كلها ظهرت قدامك اهي، ودي التفاصيل بتاعتك اهي زي ما حضرتك عايز، وتلفها بقى او انت تقدر ان انت تظبطها زي ما انت عايز. بس كده هنختصر عليك وقت كبير جدا جدا جدا. شايفين التفاصيل واضحه تماما تمام، كانه بالظبط خرجها زي ما هي هنا اهي، حتى كمان بنفس لونها تمام. لو جينا قلنا والله تعالى لي بقى هنا اهو تمام، ونختار الاوبتمايزيشن تمام. هنا ظهر لي قال لك if the number of model faces exceeded 5000 او اكثر من 50000 it will wait for a few minutes. يعني هنا بيجي يقول لك ان الموديل ده لو الاوجه بتاعته او الفيسز بتاعته اكتر من 50000 بوليجون
تمام، فهو ياخد معاك وقت طويل شويه. فماشي هنيجي نقول له ماشي اديني، بس انا عشان حاضر تفاصيل بسيطه فمش مش هياخد معاك وقت يعني ان شاء الله كتير. وطلعت اهي معانا تمام زي ما حضرتك شايف تقريبا نفس التفاصيل بتاعه الاوريجينال، ولكن فينا قطع بقى، فينا شويه حاجات مش متركبه صح. فيبقى انت لما هتيجي تشتغل هتلغي خالص من حسبانك الاوبتمايزيشن تمام، ملهاش يعني ملهاش لازمه تمام ان حضرتك تشتغل عليها. وتيجي تقول له والله تكتفي ان انت يا اما باللوكال يا اما بالاوريجينال تمام كده اهو. طيب تمام جدا. هنيجي نقول له طب والله اديني مثلا بقى شوف زي الكلام دوت، نيجي نقول له مثلا ايه نورمال تمام كوبي، ولكن انا عايز مثلا اديله روتيت، روتيت بزاويه، روتيت مثلا بزاويه مش خلينا مش لازم 90، خليها مثلا بزاويه ولتكن مثلا بهذا الشكل تمام. تمام جدا. وتيجي تقول له والله اديني هنا وورلد بقى تمام، تيجي تقول له اديني هنا وورلد، تيجي تقول له ماشي ده كده كل الكلام ده مش مشكله تمام. شايف السكشن بتاعك طالع هنا اهو معوج ازاي؟ انت لو جيت خدت بالك السكشن بتاعك طالع معوج تمام، يعني برضو مش معدول قوي بس برضو طالع بابعاد مظبوطه وكل حاجه مظبوطه. وده هنا برضو المفروض ان هو جاي بقى من فوق تمام، الناس تطلع الافق بتاعك من فوق تمام، وجاي برضو بهذا الشكل معوج. فده لو انت شغال على وورلد تمام، فبيديك كل حاجه بمنطقيه، يعني انت ده نزله لك معوج زي ما كان التاني معوج، زي ما هو اساسا الاوبجكت بتاعك اساسي معوج. طيب تمام. هتمسك بقى الكلام ده طبعا نخليها اوريجينال، ونيجي نقول له والله لوكال تمام. خدت بالك طلع لك بسيطه جدا، طلع لك بشكل بسيط جدا مش معوجه خالص ولا اي حاجه، طلع كانها معدوله بالظبط تمام. ده كده بمنتهى البساطه ازاي ان انت تشتغل على الكلام ده. طبعا طبعا يعني احنا مثلا لو جينا قلنا هندخل دلوقتي بانو تمام ونجرب عليه، اي نعم كل ما الاوبجكت بتاعك هيزيد تمام، كل ما تفاصيل الاوبجكت هتزيد، كل ما وقت الاستخراج ال2 دي بتاعك هياخد وقت سنه بسيطه، طبعا مش كانك بترندر ولكن سنه بسيطه، جزء بسيط، سيكه بسيط تمام كده. ده بمنتهى البساطه. طيب هندخل البانو دلوقتي، اي بانو مثلا شغالين عليه. طب تمام ماشي، دخلنا كده بانو وليكن بهذا الشكل. طبعا يعني نبعده بس كده شويه وعشان خاطر نشوف الدنيا تبقى ماشيه معايا. ونيجي نقول له والله نمسك الاوبجكت ده شرط شرط على فكره، يعني مثلا دلوقتي انا يعني في نقطه مهمه دلوقتي عايزين احنا نقولها تمام. انا دلوقتي مش ماسك حاجه، لما اجي اقول له لوكال هنا بيجي يقول لي طبعا كلام بالياباني كده دوت ملوش ترتيب، بس يعني في معناه ان هو بيجي يقول لك ايه، يقول لك انت مش ماسك حاجه، لازم تسلكت الحاجه اللي انت تشتغل عليها. فانت هتيجي تقول له والله اديني هنا مثلا اوت لاين تمام، وتيجي تقول له اديني هنا لوك، وهياخد طبعا وقت شويه بسيطه تمام على حسب كميه الاوبجكت اللي هو بيحسبها تمام، او كميه ال2 دي اللي هو بيحسبها، وهيطلع لك الشغل بتاعك بمنتهى البساطه تمام. فانا هوقف الفيديو دلوقتي وهستنى لحد ما هو يطلع لي الرسومات ونبقى مع بعض. طيب يا شباب زي ما حضراتكم شايفين كده طلع الشغل زي ما حضراتكم شايفين كده اهو تمام، يعني تفاصيل بسيطه. طبعا هنا في تاكل في الشغل بتاعك تمام، يعني دي من ضمن للاسف من ضمن عيوب الشغل بتاع ال2 دي، عفوا اللي هو 3 دي فوركاد تمام، دي من ضمن العيوب بتاعته تمام، يعني ما بيطلعش الحاجه بيرفكت 100%، ولكن ده عشان خاطر اوتلاين زي ما اتفقنا ان هو بياكل بعض التفاصيل اللي بتبقى في نفس الاوبجكت نفسه، فاهمني ازاي؟ يعني انت مثلا لو عامل الاوبجكت وعامل له اديتابل بولي والكلام اللي زي كده تمام، فهو مش هياخد كل الكلام ده، يعني ممكن هو ساعات يقول لك لا، يقول لك ده مفيش تفاصيل، فانت هتضطر تعملها بالاوريجينال. شوف انت مثلا لو مسكت الاوريجينال مثلا وليكن في حاجه زي كده تمام، وليكن مثلا في اوبجكت بهذا الشكل تمام، انت لو جيت بصيت له من هنا هيقوم جاي عامل لك بقى التفاصيل دي، ولكن هيعمل لك تفاصيل خطوط ملهاش لازمه، يعني او تفاصيل خطوط كثيره، فبالتالي هيتقل معاك فايل كاد تمام.
هو طبعا يعني ميزة حلوة ان هو طبعا ينجزك، ولكن كل حاجة في الدنيا تمام ليها مميزات ولها عيوب. تمام يعني انت مثلا على الاقل في الاليستريت كنت تقدر ان انت تتحكم منه، يعني كان اعم واشمل شوية ان انت تقدر تحدد خطوط الكونتور اللي انت عايزها كام خط مثلا. تمام للناس اللي حضرت الدرس بتاع الاليستريت، بلجن الاليستريت، انصحكم ان انتوا يعني الناس اللي ما حضرتوش انصحكم ان انتوا تحضروه. تمام هتلاقي ان انت بتتحكم ازاي تظهر التفاصيل دي بدون خطوط كتيره. تمام كمان الخطوط ديت ما ظهرتش معانا هنا في الكلام ده، يعني ظهرت مجرد خط بس، كل ده عشان خاطر هو اوبجكت واحد. تمام هو بيتعامل معاه لانه حاجه مصمطه، مش ما فيهوش تعرجات كبيره. تمام تمام جدا، يعني هو بيتعامل مع كل اوبجكت كانه اوبجكت لوحده حتى لو انت عامل فيه تفاصيل كتير. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي ما ينفعش او اللي بتبقى يعني من ضمن دفوهات السكريبت ده. يعني احنا بنتعامل مع بعض او بنشوف مثلا، يعني انا بجيب لكم السكريبت وبنشوف ايه مميزاته وايه عيوبه. يعني مثلا عيوب الالستريت كان ان هو بيطلع فيه بعض التشوهات، بس التشوهات بسيطه جدا تقدر انت تشيلها فبتختصر معاك الوقت. تمام كده تمام جدا، وبتقدر ان انت تتحكم فيها. تمام طيب كان ايه عيوب الالستريت؟ ان انت عندك الابعاد ما كانتش بتطلع مظبوطه، فانت كنت بتطلعها مظبوطه بمعلوميه ضلع. تمام كده تمام جدا. طيب بس كان مميزاته ان هو بينجزك، ان هو بيطلع لك شغل تفاصيل، في تفاصيل فعلا ممتازه، وكانت بتبقى يعني ظريفه وخفيفه ولطيفه وما فيهاش تاكل زي ده. حتى لو فيها تاكل فانت كنت بتلعب في الاعدادات بتاعته وكنت بتقدر انت تظبطها عشان خاطر تطلعها لك بشكل مظبوط. تمام كان من ضمن عيوب الالستريت ان هو بيشتغل على فيرجن معينه او فيرجنز معينه وفيرجنز لا. تمام لكن ده ال 3 دي فوركات ده انت ايه مميزاته؟ ان هو بيشتغل على كل الفيرجنز. تمام وان هو بيطلع لك الابعاد فعلا مظبوطه، ما تحتاجش انت تعمل ريسكيل. كان وبينجزك طبعا برضو في الشغل وفي الوقت. تمام لو عندك تفاصيل كتيره زي كده بينجزك فيها، ولكن من عيوبه ان هو بيبقى فيه تاكل، ما تقدرش انت تتحكم في التاكل ده الا لو عملتها على الاوريجينال. فانت يعني اولا هياخد معاك وقت استخراج ال 2 دي، وقت يعني اطول سنه من اللوكال، عفوا من الاوتلاين، ولكن هيطلع لك بهذا الشكل. تمام زي ما حضرتك شايف هيطلع لك بهذا الشكل، فبالتالي هيبقى الموضوع فيه تقل شويه في الاوتوكاد. فحضرتك انت بتقدر تشوف تقدر تستخدم ده او ده، او تقدر انت تكمل الشغل على الاوتوكاد براحتك زي ما حضرتك شايف. وعندك برضو السكريبت ال 3 دي 4 كاد، وعندك بلجن الستريت. تمام وتقدر انت تتحكم وتشوف الدنيا انت انهي انفع لك وانهي اظبط ليك. تمام كده ده بمنتهى البساطه. تمام وده كان درس النهارده. تمام بمنتهى البساطه، ناقص بس ان احنا نعمل له سيف للشغل بتاعنا، يعني احنا مثلا برضو نسلكت عليه تمام الحاجه اللي احنا عايزين نعملها سيف، ونيجي نقول له والله اديني انا سيف تو دي تو دبليو جي. تمام نيجي نقول له والله مثلا وليكن رقم واحد مثلا. تمام نيجي نقول له اوكي سيف. تمام طبعا ده كده كانك بتسيبه عادي، بتقول له اوكي ماشي شكرا، هو كده كده بيسيب خلاص. تمام كده فهتيجي تقول له والله ممتاز الكلام ده، هنخليه سيب براحته لما الخط الاخضر ده ينتهي اهو كده هو خلاص سيب. هتروح على الديسكتوب بتاعك المكان اللي احنا سيبنا فيه، تيجي تقول له افتح كليكتين على بعض دبل كليك، وتيجي تقول له خش على الفايل اوتوكاد وريني كده الكلام ده بيقول لك ايه. طيب هنيجي نقول له هو طبعا داخلها لي كانها، يعني هو الزاويه بتاعتك كانها 3 دي، بس هو داخل على انه 2 دي. تمام كده تمام جدا ممتاز. فانت تيجي تقول له والله ادهاني 2 دي من التوب. تمام التفاصيل هي كويسه طبعا، في هنا تاكل طبعا. تمام بس يعني يعتبر احسن من مفيش، يعني او احسن من انت يعني يعتبر انجزك الوقت اكتر من انت تقعد ترسمها بقى، او ممكن ما ترسمهاش برضو، حتى لو انت هترسمها بايدك برضو مش توصل للتفاصيل دي. فيعتبر هو يعني جبالك بنسبه 80%. تمام يعني يعتبر رسمالك بنسبه 80%. نيجي بقى نقول له طب اديني بقى هنا الكلام ده، هل يا ترى فعلا هو 512 سم ولا هو بيضحك علينا؟ تمام هنيجي نقول له والله انا من الاند بوينت ديت. تمام للاند بوينت ديت نيجي نقول له هل يا ترى فعلا هو 512 ولا لا؟ فعلا هو 512 ب7 من 10 اهي. تمام تمام جدا ممتاز. فيبقى بالظبط الابعاد بتاعتي طلعت مظبوطه والدنيا بتاعتي طالعه مظبوطه. تمام
يا دوب ان انت بس تاخد السكشن ده وتحطه مكانه وشكرا على كده، كانك ان انت اشتغلت على طول الشغل بتاعك. تمام، فده بمنتهى البساطه. ان شاء الله هسيب لحضراتكم السكريبت ده في التليجرام، على جروب التليجرام، اللي حابب ان هو يستعمله تمام، واللي مش قادر ان هو يستعمل بلجن الستريت. اما طبعا الناس اللي بتستعمل بلجن الستريت، انا بالنسبه لي بفضل لهم ان هم يستعملوا بلجن الستريت، نظرا لان هم يعني هيبقى في تفاصيل زياده او طريقه تحكم زياده في اعداداته اكتر من ال 3 دي كاد. تمام، ده بمنتهى البساطه، وده كان درس النهارده، وشكرا جزيلا لحضراتكم، واشوفكم في محاضرات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.